كان من المؤمل أن يفتتح خلال هذه السنة. كان من المؤمل أن يفتتح هذه السنة. هذا ما قاله إذن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي خلال تصريح له من داخل مستشفى الشعب العام، والذي نالت منه النيران قبل نحو أسبوع من موعد افتتاحه المقرر. لجنة الخدمة والإعمار البرلمانية، وعلى الرغم من ذكرها لارتفاع درجات الحرارة وتردي تجهيز الكهرباء وتذبذب الفولتية ولعبها دورا في زيادة وتيرة اندلاع الحرائق بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها أشارت لوجود حوادث متعمدة لم تعلن عنها وزارة الداخلية. اللجنة أكدت أن حريق مستشفى الشعب مؤلم لأهالي مدينة يصل تعدادها إلى مليون نسمة بقيت سنوات طويلة بدون مستشفى، مضيفة أن انقطاع المياه والكهرباء وحصول الحريق مع وجبة الغداء أسباب تثير الشبهات بشأن الدوافع. أكثر من 300 حريق في العراق خلال أسبوعين فقط طالت مستشفيات ومراكز تسوق وحقولا زراعية، تقول اللجنة وتبدي استغرابها، بينما يشير النائب باسم خشان إلى أن الدوافع السياسية والمنافع الشخصية تقف وراء وقوع عدد كبير من الحرائق في العراق، خاصة وأن بعضها يحدث في الأقسام والغرف الخاصة بالملفات والعقود الاستثمارية داخل وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة. حادثة حريق مستشفى الشعب ليست الأولى من نوعها، فلطالما تعرضت مستشفيات ومؤسسات خدمية للاحتراق قبل افتتاحها بأيام أو أسابيع قليلة. في بلد لا ينفق فيه العراقيون المليارات فقط على هذه المستشفيات التي بات الحرق نصيب معظمها، بل وينفقون ملايين الدولارات سنويا أيضا على العلاج خارج العراق. وبحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، فإن العراقيين الذين سافروا إلى الهند وحدها لغرض العلاج خلال السنوات الثلاث الأخيرة أنفقوا أكثر من 700 مليون دولار أمريكي.